الحلم هذا رح يصير حقيقة. خالتي آسيا واقفة معي، ويوسف بعد واقف معي، وعمي راشد صار يعرف بالموضوع. يعني السالفة كلها مسألة وقت وبتزوج. صحيح إني ما رح أفارقكم وناشبت لكم، بس أنا عارفة زين إنك رح تدلعين زوجي مثل ما تدلعيني. بس تدرين، مع كل هذا أحس ناقصني شيء. قولي لي إيه اللي ناقصك وأنا أجيبهولك. ناقصني أمي، أبوي بعد. كنت أتمنى أمي تكون موجودة معي وتشوفني بالفستان الأبي. أبوي كنا نعرف إنه تعبان، يعني كنا متهيئين إنه يروح، ما نكذب على أنفسنا. لكن أمي كانت واقفة قدامنا، جبروتها وقوتها وصبرها. بس للأسف ما تخيلت بيوم إني راح أصحبها غير ما أشوف. عندك حق، مدام جوهرية عمرها ما اشتكت من حاجة، وكانت صحتها كويسة قوي. أمي كانت صحتها زين منا كلنا، ما كان فيها إلا العافية. بس قدر الله وما شاء فعل، الموت. يا هلا وسهلا، تو ما نور البيت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وش الحمد لله على السلامة؟ وش كان فيك؟ أبداً، كنت تعبانة شوي. كانت بالمستشفى، فقدت النطق. يقولون أنها صدمة عصبية، إلا يا خديجة للحين ما عرفنا وش اللي وصلك لمرحلة أنك ما تتكلمين، وش اللي شفتيه أو سمعتيه وبسبته صار فيك كذا. بدينا صرخ آخر الليل، جانا بدينا. أنت رايحة حق هذاك الزفت المستشفى؟ إيه رحت. وأنا مو مانع هالشي. أنا ما حد يقول لي ممنوع، وأزيدك من الشعر بيت. بصراحة كلمة ممنوع تستفزني كثير، يعني إذا أحد قال لي إياها أسوي عكسها على طول.